خلينا نروح، احنا مجهزين لكم النهارده مفاجاتين في الحلقه. المفاجاه الاولى، واحد من طبعا اكبر واشهر مدربي البريمير ليج، درب فرق كبيره جدا زي مانشستر يونايتد، زي ايفرتون، حاليا ويست هام. طبعا المدير الفني الاسكتلندي ديفيد مويس هيكون ضيفنا في السادسه، رؤيته للبطوله، توقيت اقامتها، فرص المنتخبات المشاركه فيها برؤيه اسكتلنديه. طبعا خلينا بدايه نرحب بديفيد مويس على شاشه الاهلي ونشكره على وقته ومشاركته معنا في السادسه. اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا لوجودي معكم. أنا أعتذر من هذا الموقف. أنا آسف. ومجددا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على تواجدي معكم على قناة الأهلي. أهلا أهلا وسهلا بك. يعني بداية خليني أبدأ مع التوقيت، لأول مرة بتقام بطولة كأس العالم في التوقيت ده، وبالتالي معظم المسابقات والدوريات والبطولات الكبيرة بدأت بالفعل. هل تعتقد أنه ده ممكن يأثر سلبا على قوة البطولة، على المستوى الفني، على المردود البدني للاعبين، ولا ممكن يكون ليه تأثير سلبي؟ حسنا، هذا سؤال جيد، ولكن لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال. هذه أول مرة تقام البطولة في هذا التوقيت، لا نستطيع أن نعرف مدى تأثير هذا على المشجعين واللاعبين على حد سواء، ولكني أعتقد أن اللاعبين تحضروا بشكل جيد، الاستعدادات كانت جيدة لمثل هذه المناسبة العالمية، الجميع متحمسين، ولكن ماذا سيحدث؟ لا أعتقد أننا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال في هذه اللحظة. بتشوف إزاي استضافة قطر للبطولة، وبتشوف إزاي أيضا قدرة المنتخبات اللاتينية، أيضا مش عارف ممكن أقول أفريقية أو يعني والعربية، على أنها تكون عنصر مهم مع استضافة دولة عربية للحدث؟ نعم، أعتقد أنها ستكون بطولة جيدة لكل المنتخبات. أعتقد أن الجميع جاهز أن يقدم أفضل ما لديه، فهي بطولة استثنائية. الكرة القدم رياضة عالمية، ويمكن أن تقيمها في أي مكان، فكل المنتخبات مستعدة ومتحفزة. أعتقد أن المنتخبات الإفريقية بالفعل لديها الميزة ولديها الأفضلية، والمنتخبات العربية لديك الجمهور، وأيضا المنتخبات اللاتينية كالأرجنتين، الأرجنتين والبرازيل تظل مرشحتان طوال الوقت. أعتقد أن الطقس في هذا التوقيت ليس سيئا، سيكون جيدا، وكل الأجواء المحيطة في البطولة بالنسبة لقطر الأمر سيكون جيدا، وسيكون مناخ مواتي للفرق لتؤدي بأفضل. وأعتقد أن المنتخبات الأوروبية لن تعاني في هذه الفترة. أعتقد أن هذه النسخة ستكون تحديا كبيرا للمنتخبات الأوروبية على حد التعبير. تفضل بالله. يعني كنت طبعا برحب بمستر ديفيد مويس، واحد من افضل المديرين الفنيين المتمرسين في البريمير ليج، يعني واحد مدرب كبير جدا، وكان سبق ليه تدريب طبعا مانشستر يونايتد، هو السيزون ده والسيزون اللي فات كمان عامل نتائج كويسه قوي مع ويست هام. فانا كنت عايز اساله سؤالين، يعني سؤال له علاقه بالمونديال وسؤال خارج المونديال. السؤال الاول، هل يتوقع تالق ديكلان رايس اللاعب اللي عنده في ويست هام مع المنتخب انجلترا، واحظوظ ان هو يكون ليه مكان اساسي في المنتخب؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، رايه في تصريحات كريستيانو رونالدو تجاه اداره مانشستر يونايتد باعتبار ان هو سبق لي العمل داخل نادي مانشستر يونايتد. طيب نروح للسؤالين دول، نطلع بره كاس العالم شويه ونرجع مره ثانيه بعد كده. بالنسبه لديكلان رايس، هو لاعب رائع، لاعب مميز جدا، لاعب كره قدم عظيم، على اذا استطعت ان اقول انا استمتع كثيرا بمشاهدته. بالنسبة لي أعتقد أنه سيتطور أكثر وأكثر، لديه الفرصة ليتطور ويؤدي بشكل رائع في كأس العالم، وليس وقف فقط على مستوى الكرة الأوروبية، ولكن على المستوى العالمي سيكون من أفضل اللاعبين. هو لديه فرصة ليتطور،
ولا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون ديكلان رايس حينما يكون في عمر 27 أو 28، سيكون لاعبا رائعا. أعتقد أن ديكلان رايس هو من أول أو من ثاني اللاعبين المرشحين في القائمة الأساسية للمنتخب الإنجليزي، هو لاعب تعتمد عليه. وبالنسبة لويست هام وبالنسبة لإنجلترا، وليس فقط في ويست هام، فإنجلترا أيضا أعتقد أنه سيعتمد عليه كثيرا. أعتقد أنه سيكون لاعبا مهما لإنجلترا في المستقبل، وسيكون لاعبا وسينجح المنتخب الإنجليزي في المسابقة. طبعا معلش افكر بس مصطفى، الجزء الثاني من سؤال بلال كان متعلق بقصه كريستيانو رونالدو وتطور علاقته باداره او توتر علاقته باداره المان يونايتد وتين هاج المدير الفني ورايه الشخصي في الموضوع. حسنا، من وجهة نظري هو امر لا اود ان انخرط فيه، فالامر بين مانشستر يونايتد وبين كريستيانو رونالدو الامر اصبح رسميا فكريستيانو رونالدو على مستوى الفردي هو لاعب لا تستطيع ان تتحدث عنه، لاعب رائع، ومانشستر يونايتد هو من اكبر الانديه في العالم. فهذا الامر لسوء الحظ ان حدث بين نادي كبير ولاعب كبير كريستيانو رونالدو. طب بمناسبة كريستيانو رونالدو، يعني خليني أسألك، وده واحد من الأسئلة مرتبطة بكأس العالم، لأنه كتير بيرى أنه نسخة قطر 22 قد تكون الأخيرة، إن لم تكن بالفعل الأخيرة بالنسبة لليو ميسي ولكريستيانو رونالدو مع منتخباتهم. هل بتشوف أنه في واحد منهم قادر على مساعدة المنتخب للوصول للقب، خصوصا أنه هتكون بالنسبة لهم هم الاثنين المرحلة الأخيرة مع البطولة الكبيرة كبطولة كأس العالم؟ نعم، أعتقد أنها فرصة جيدة لكلا اللاعبين أن يظهر ما لديه. لقد رأينا الكثير من اللاعبين، رأينا مارادونا، رأينا زيدان، رأينا بيليه، ولكن أعتقد أن الجيل الذي نراه الآن، جيل ميسي ورونالدو، لقد استحوذ على الكرة وعلى كل الجوائز لفترة كبيرة، لاعبان رائعان. أعتقد أنها ستكون فرصة جيدة أن يفوز أحدهما بكأس العالم، وخصوصا الأرجنتين بقيادة ميسي، الأمر سيكون رائعا. وأعتقد أيضا أن المنتخب البرتغالي حريص على الفوز بكأس العالم من أجل رونالدو، فكلا الفريقين رائعين جدا ولديهما فرصة كبيرة للوصول إلى قبل النهائي أو للنهائي أو الفوز حتى بالبطولة. أعتقد أن كلا الفريقين سينافسان بقوة، لأنهما ليس لديهم رونالدو وميسي، فأعتقد أن هذا سيكون أمرا مختلفا أن ينافس. فكلا اللاعبين سيسعى لصناعة الأهداف وإحراز المزيد من الأهداف، سيكون الأمر صعبا للتوقع، ولكن أعتقد أن كلا الفريقين، كلا المنتخبين، سيؤدي أفضل ما لديهم للوصول النهائي. طبعا برحب بمستر ديفيد مويس، وعايز بس اساله سؤالين. السؤال الاول، حظوظ المنتخبات العربيه والافريقيه في المونديال هتبقى قد ايه؟ والسؤال الثاني، مين المنتخب اللي هو من وجهه نظره يشوف ان هو او هيوصل للمباراه النهائيه او هيحقق كاس العالم 2022؟ حسنا، بالنسبه للجانب الخاص بالمنتخبات الافريقيه، اعتقد انها ستكون نسخه مميزه. أعتقد أن المنتخبات الإفريقية الموجودة متواجدة حالياً قد فازت بالفعل ببطولة أمم إفريقيا من قبل، فبالتالي أعتقد أنهم سيكون من الممكن لهم الاستمرار في البطولة. بالطبع المنتخبات الأوروبية تسيطر على كأس العالم لسنوات عدة، ولست متأكداً من مدى مجاراة المنتخبات الأفريقية والمنتخبات الأوروبية، ولكن أعتقد أن السنغال لديها الفرصة الأكبر لمواصلة ولديها الفرصة الأكبر على مستوى الفردي والمستوى الجماعي للمواصلة مع المنتخبات الأوروبية. أعتقد أن القوة التي يتحلى بها المنتخبات الأوروبية لا تستطيع أن تجارة إلا من طريق المنتخبات اللاتينية، فبالتالي الأمر سيكون صعبا على المنتخبات الإفريقية. ولكن مرة ثانية أعتقد أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون مفتوحة لكل الاحتمالات، ستكون نسخة مميزة،
وستكون فرصة جيدة ولكن لا نستطيع أن نتنبأ بأي نتيجة. طيب أنا عايز أستغل مشوارك في إنجلترا وتجربتك وخبرتك الكبيرة مع عدد كبير من يعني من أكبر الأندية الإنجليزية، سنوات كتير قضيتها في ملاعب إنجلترا، وهي بالتأكيد النسخة الأفضل على مستوى الدوريات في العالم، منافسة قوية، أكبر الأسماء سواء داخل الملعب أو على الخط، أكبر أجهزة الفنية، أكبر أو أهم أسماء نجوم اللاعبين، ورغم ذلك دايما المنتخب الإنجليزي غير قادر على حسم الألقاب الكبرى سواء على مستوى القارة أو على مستوى العالم. هل بتشوف أن نسخة إنجلترا في 22 قادرة تحقق لقب أو عندها حلم تحقيق اللقب من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد أن إنجلترا هذا العام قادرة على الفوز بكأس العالم. أعتقد أنهم لما يصلوا لقبل النهائي وقبل النهائي في والنهائي البطولة الأوروبية، أعتقد أنهم الآن لديهم الفرصة للوصول إلى النهائي. أعتقد أن الأمر على المستوى التاريخي، لا يمكن أن نقول أن إنجلترا قد وصلت بالفعل مع ألمانيا واستطاعت أن تجابه العديد من الفرق، ولكن أعتقد أن هذه النسخة ستكون مختلفة، أن هذه النسخة من المنتخب الإنجليزي ستكون مختلفة للفوز بكأس العالم. لدينا حلم كبير، وليس الأمر سهلا بالنسبة لي أن أقول هذا، ولكن كوني مدير فني للعديد من الفرق التي لعبت في دوري أبطال أوروبا، فأستطيع أن أقول أن إدارة المنتخب الإنجليزي الآن إدارة قوية، وليس الأمر سهلا أن تدير منتخب بحجم هذا المنتخب بهذه اللاعبين بهؤلاء اللاعبين الذين لعبوا في كبرى البطولات. نعم، الأمر صعب كما ذكرت. الدوري لدينا دوري قوي جدا ومستوى تنافسية رائع جدا والفرق قوية وتلعب بمنتهى القوة، فالأمر صعب على أي مدرب. أنا استمتعت بفترة تدريبي في الأندية الإنجليزية، استمتع بفترة تواجدي مع ويست هام، استمتع واعتقد ان اللاعبين الانجليزي يستطيع، وخصوصا لاعبي ويست هام، استطيع ان اقول انهم سيؤدوا بشكل افضل هذا الموسم. يعني باستثناء البرازيل كقوه تقليديه، معظم المنتخبات بتعاني لسبب او لاخر، سبب غيابات، سبب اصابات، سبب ابتعاد عن المستوى الفني في الفتره الاخيره. هل بتشوف ده انه فرصه للقوى الغير تقليديه، منتخب ما كانش موجود في الصوره او ما حققش لقب البطوله ونافس عليها قبل كده، انه يحقق لقب السنه دي؟ هل ممكن يكون في حصان اسود قادر على صنع المفاجاه والتتويج بالبطوله لاول مره في تاريخه؟ نعم، هذا سؤال جيد. اعتقد اننا راينا العديد من الاصابات وراينا العديد من الاستبعادات في اخر سنتين او ثلاث سنوات من عديد من المنتخبات. راينا في العديد من المسابقات لاعبين رائعين كنا نتمنى تواجدهم، وانا مدرب اوروبي، وكذلك فاستطيع ان اقول المنتخبات الاوروبيه عانت من هذا الامر. اعتقد ان المنتخبات هذا العام لن تعاني من الاصابات كما كان الحال في السابق. لم يكن لديهم الوقت الكافي ليستريحوا، ولكن لدينا البدائل. اعتقد ان مباراه كاس العالم ستكون قويه. نعم، الاصابات اثرت على المنتخبات، وربما نرى العديد من الاصابات اثناء البطوله لقوه البطوله، ولكن مره اخرى البطوله غير متوقعه، لا نستطيع ان نقول من سيفوز بها. لكن لو بتحط في اطار الترشيح، مين المنتخب الذي لم يتوج من البطوله مسبقا وانت شايف انه ممكن يكون عنده فرصه في تحقيق اللقب؟ اسم واحد. حسنا، اعتقد ان المنتخبات التي فازت بها هي المرشحه. لا اعتقد، على سبيل المثال منتخب مصر كان مؤهلا ان يتاهل بقياده محمد صلاح، ولديه لاعب عالمي، واذا كان لديك لاعبا عالميا فبالتالي لديك الفرصه لتتاهل لكاس العالم، كما الحال بالنسبه لدوله في لديها ميسي، او ولديك الان انجلترا على سبيل المثال لديها الفرصه، لديها هاري كين، ولديها العديد من السنوات المخيبه للامال، فبالتالي لديك
لم نفز بكأس العالم لسنوات عدة مضت، فأعتقد أن هذه النسخة لا أعتقد أنها سهلة أن تقول أن تحدد منتخب لم يفز بكأس العالم أن يفوز بها. فأعتقد أن البرازيل هي المؤهلة بشكل أكبر، دوما البرازيل تكون مرشحة في المقام الأول، الأرجنتين كذلك وإنجلترا وألمانيا. أعتقد أن هذه المنتخبات الأربعة التي سينحصر بينها، لا أيضا أستطيع أن أقول أن أسبانيا تدخل ضمن الترشيحات. أعتقد أن أي من هذه المنتخبات قادر على الفوز بكأس العالم، إذا لم نقل المنتخبات الأوروبية، لم نذكر المنتخبات الأوروبية، سنقول أن الأرجنتين وأن البرازيل إذا أديت بشكل أكبر ستفوز بكأس العالم. ربما بعض المنتخبات الأقل والأقل والأصغر في السمعة ستفوز بالبطولة، ولكن تظل التوقعات في هذه الفرق الخمسة لتفوز. بمناسبة كلامك عن صلاح، يعني من خلال متابعتك لي في السنوات الأخيرة، تألقه ونجاحه في تحقيق عدد كبير من الألقاب الفردية والجماعية مع ليفربول، إزاي بتشوف مشوار الفرعون المصري في إنجلترا؟ هو لاعب، هو لاعب رائع لديه الاستمرارية، وليس لاعب الموسم الواحد، هو لاعب لديه القدرة، هو كل الفرق تعمل حساب لمحمد صلاح وترقب محمد صلاح، لكن محمد صلاح يظل لاعب رائع، والفرق في حالة صعود ونزول، لكن محمد صلاح في تفوق مستمر، يستمر في إحراز الأهداف. مصر محظوظة أن يكون لديها لاعب مثل محمد صلاح، البرتغال محظوظة بأن لديها لاعب مثل كريستيانو رونالدو، والأرجنتين محظوظة بليونيل ميسي، ولكن أنا لا أعرف كيف تفكرون يا مصريون بخصوص محمد صلاح، ولكن أعتقد أن هذه فرصة كبيرة لأمة أفريقية، لدولة أفريقية، أن يكون لديها محمد صلاح وأن تفوز بالبطولات في العام القادم. من وجهة نظرك شايف المنافسة إزاي على لقب الهداف في البطولة السنة دي، خصوصا مع تألق طبعا النرويجي إيرلينغ هولاند؟ أعتقد أن نعم، هالاند هو لاعب رائع، مانشستر سيتي نادي كبير ورائع ويؤدي بشكل رائع مقارنة بالعديد من الأندية الإنجليزية هذا الموسم، ولكن يوجد الكثير من الأندية التي تستطيع أن تجعل المنافسة على لقب الهداف كبيرة، العديد من الأندية تتطور وتزداد في التميز. لديك نيوكاسل يونايتد أخرج لنا عديد من اللاعبين المميزين هذا الموسم، تظل المنافسة قوية في البريمير ليج هذا العام. أعتقد أن الأمر يعتمد بالفعل على اللاعبين، ولكن إذا كان لديك مباريات صعبة، لديك لاعبين مميزين، فستبذل قصارى جهدك لتفوز بالبطولة وبلقب الهداف كذلك. ديفيد مويس، سؤالي الأخير، هل أنت كمدير فني لوستهام هتتابع لعيبة أو حاطط عينك على لاعبين بعينهم هتتابعهم في البطولة، قد تفكر في ضمهم للفريق في الانتقالات الشتوية؟ نعم سنشاهد، سأشاهد الكثير من المباريات، سأشاهد كل المباريات على المستوى الشخصي، سأحاول أن خلال العام الماضي أو العامين الماضيين فعلنا هذا، وسنظل نفعل ذلك في كأس العالم. هذه بطولة تشارك فيها كل المنتخبات أو أفضل المنتخبات في العالم وأفضل اللاعبين في العالم. أعتقد أنها فرصة جيدة لنرى أفضل اللاعبين وأفضل المستويات. أنا أتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى نسخة رائعة من كأس العالم. أنا منذ الصغر وأنا أشاهد كأس العالم وأستمتع بها، فأتمنى أن تكون هذه النسخة مميزة، وخصوصا لبلدي لإنجلترا، وأن تكون وأعتقد أن في المستقبل أتمنى أن أرى اسكتلندا في كأس العالم وتفوز، ولما لا. وإحنا نتمنى لك مشاهدة ومتابعة بطولة ممتعة. المدير الفني الكبير طبعا ديفيد مويس، مدير الفني ويست هام، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة.